أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المشاركين في قمة دول جوار السودان أعربوا عن قلقهم العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية في السودان وتدهور الوضع الأمني والإنساني. وناشد البيان الختامي للقمة الأطراف المتحاربة وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الحرب. الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد للوضع الأمني والإنساني في السودان، ومناشدة الأطراف المتحاربة على وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لإنهاء الحرب وتجنب إزهاق أرواح المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب السوداني وإتلاف الممتلكات. 2. التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والتعامل مع النزاع القائم باعتباره شأناً داخلياً، والتشديد على أهمية عدم تدخل أي أطراف خارجية في الأزمة بما يعوق جهود احتوائها ويطيل من أمدها.